أكاديمية المحاماة دي مش مبنى، دي قيمة كبرى أضيفت للمحاماة. عارفين حضراتكم أنه ابتداء من 2021 هيبقى هذه الأكاديمية ملزمة لأي متقدم للانضمام لنقابة المحامين. يعني إيه ملزمة؟ يعني مش هيقدر مش هنقبل أوراقه في النقابة إلا إذا اجتاز بنجاح سنتين من الدراسة في الأكاديمية. ده معناه إيه؟ معناه إنك أنت هتوقف الزحف اللي على نقابة المحامين العشوائي. اتنين، إنه قيمة نقابة المحامين وقدر نقابة المحامين والانضمام إليها لن يقل، بل سيكون أعز من الانضمام للقضاء. أنت تقدر وأنت في القضاء تقدم وأنت واخد جيد من لسانس الحقوق، إنما جيد عندنا في المحاماة مش هتكفي، امتياز في المحاماة مش هتكفي، لازم تدخل أكاديمية المحاماة ولازم تاخد الدبلوم المهنية اللي تؤهلك للانضمام لنقابة المحامين. أنت تصنع قيمة وتصنع قيمة جديدة للمحاماة. أنتوا بتبنوا جمهورية تانية للمحاماة، بناء جديد للمحاماة، صرح جديد للمحاماة، مش مجرد عنوان ولا مجرد اسم لأكاديمية اسمها أكاديمية المحاماة. ده اللي احنا بنفتخر بيه، وده اللي احنا حريصين على تحقيقه وحريصين على تعزيزه وحريصين على بنائه وحريصين على تمكينه علشان نضيف للمحاماه